These charges are located as shown in the figure below. والشكل ده أو نقول in the figure right. Charge Q1 بالدهاني is located at 3 و 0. Charge Q2 located at 0 و 8. و Q3 موجودة عند 3 و 8 ومديني قيم. وطالب مني في البارت A find the electric potential due to Q1 at the origin. يبقى عايز ال Q1 عند ال origin. لو حط Q1 هنا ونقطة مثلا P هنا وطلب عند ال P نفس الشيء. القانون ما بيتغيرش، هو قانون بيساوي ال V بتساوي K في Q على R. يهمني طبعا K ثابت 9 × 10^9. يهمني ان انا احط الشحنة بإشارتها والمسافة من الشحنة للنقطة اللي بحسب عندها. فمثلا ال Q1 هنا وبحسب عند ال O المسافة 3 متر اهي 3 و0. طبعا اما نقطة Q1 على بعد 3 من O يبقى O على بعد 3 من Q1 وما يفرقش معانا موجب وسالب، يفرق معانا بس إشارة الشحنة. الار دي اقصد بيها مسافه distance وليس متجه، مش حاطط عليها متجه. الكي ده constant ملوش متجه، والكيو بناخدها باشارتها سواء موجبه او سالبه، والdistance ناخدها absolute يعني ملهاش اشاره، وبيطلع القيمه يا موجب يا سالب وسكيلر ملوش اتجاه. فضربنا الكي في الكيو اللي هي 3 × 10^-9 على 3، دي راحت مع دي وتتمعت تديني 9 فولت. نفس الكلام عايزين نعمله، عايز الالكتريك بوتنشال دوتو كيو 2 at the origin. كيو 2 بعدها 8 واشارتها سلبة، فبرضو ال V بتساوي K في ال Q باشارتها على المسافة بغض النظر هي فوق تحت يمين يسار، هي من المسافة. فالتسعة تسعة راحت مع السالب 9 على 10، 9 × 2 = 8 فاداني -2.25. نفس الشيء عايزين نكرره مع Q3 اللي هي موجودة على بعد 3 و8، يعني المسافة الوتر دي الجذر التربيعي 3 تربيع + 8 تربيع. وادي ال K وادي الشحنة اللي هي 9 × 10^-9، فتسعة في تسعة على الجذر ده طلعت 9.48. في البارت دي الأخير بيقول لي find the electric potential energy between Q1 and Q2. لما يطلب potential energy between any two charges بطبق القانون اللي هو بتاع ال UK في Q1 في Q2 على R. المسافة اللي بينهم برضو مش متجه، قيمة Q1 و Q2 كل واحدة بإشارتها، وبيطلع ناتج في الآخر سكيلر يعني يطلع فيه موجب أو سالب ولكن ملوش اتجاه لا A ولا B ولا X ولا I ولا G، بيطلع سكيلة. الكي 9 × 10^9، Q1 و Q2 3 − -2 نانو، والمسافة اللي بينهم زي ما احنا شايفين بين ال Q1 وال Q2 نفس المسافة دي، جذر التربيع 3 تربيع + 8 تربيع، فاداني رقم بالسالب. فالبوتنشال انرجي اللي بينهم دلوقتي سالبة بمقدار -6.3 × 10^9 جول، أو سالب 6.3 نانو جول زي ما تحب.